الكرام عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. ومن جديد نعود لنلتقي سويا عبر ملعب الأجبال وبطولة الجمهورية للشباب مواليد 99، لقاء هنا على ملعب النادي الأهلي يجمع ما بين النادي الأهلي صاحب القمة والصدارة في مواجهة فريق أبناء الجونة، لقاء في ختام بطولة أو الدور الأول لبطولة الجمهورية أو المرحلة الأولى لبطولة الجمهورية للشباب مواليد 99. النهاردة هو اللقاء الختامي لكل المجموعات الثلاثة مجموعات قبل ما يتم تصعيد ثلاث فرق من كل مجموعة والصعود إلى المرحلة الثانية. كل الشكر طبعا لكباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي، الكابتن أسامة حسني ونجوم ملعب الأجبال الكابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال. زي ما عودناكم عبر شاشة قناة النادي الأهلي ودايما مع الطفرة والتطور الجديد اللي بتعيشه قناة النادي الأهلي، النهاردة بنرجع مرة تانية وطائرة ملعب الأجبال تطل علينا عبر ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، وأولى لقاءات ملعب الأجبال في لقاء الأهلي والجونة. نتمنى طبعا كل التوفيق لفريق النادي الأهلي مواجهة فريق الجونة اللي بيتزيل هذه المجموعة. نقدر نقول إن خلاص فريق الجونة خارج الحسابات وصراع القمة، الأهلي والأهلي وإنبي قدر يحسم الأهلي وإنبي المقعدين الأول والثاني، يتبقى مقعد ثالث ما بين الغزل المحلة والإنتاج الحربي. الإنتاج الحربي خلاص رصيده توقف من النقاط عند النقطة 8، غزل المحلة عنده 7 نقاط وبيلتقي اليوم مع إنبي اللي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، بينما الأهلي يغرد في القمة منفردا ب 16 نقطة. نروح سريعا لتشكيل الفريقين في هذا اللقاء، وقبل ما نقول التشكيل ونروح لأجواء اللقاء في دقيقة احداد على روح حكمنا السابق كابتن محمد ضياء الدين عليه رحمة الله. للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان. وعلى بركة الله هنبدأ أحداث هذا اللقاء. النادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن عمرو أنور اللي ما زال يحقق الطفرة مع فريق شباب النادي الأهلي منذ تولى القيادة من الموسم قبل الماضي، ثم الموسم الماضي مع فريق 99 في البطولة اللي كان بيتسيدها وتصدرها الأهلي من البداية للنهاية، ولكن لظروف جائحة الكورونا حالت دون استكمال البطولة، وبالتالي حرم النادي الأهلي من لقب كان الأقرب وهو الأحق به. هذا الموسم بيقود الفريق ويدخل اللقاء بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، قدامه قلبي دفاع محمد حسام ميدو رقم 30، فارس طارق رقم 7، في اليمين إبراهيم السيد 21، في الشمال مصطفى إلياس 14. منتصف الملعب احمد السيد 35، حسون محمد 33، قدامهم 3، محمد شكري 38، محمد نصير 99، زياد طارق 11، وخلف راس الحرب الوحيد والصريح مصطفى فوزي رقم 15. بينما فريق الجونه اللي بيقوده جاس فني بقياده الكابتن عمر التوني يدخل اللقاء بتشكيل مكون من احمد ابراهيم في حراسه المرمى، قدامه 4، احمد ياسر واحمد عطا، محمد رجب وعبد سامي. نص الملعب 3، عمرو خميس، السيد رضا، السيد بسطويسي، قدامهم 3، السيد احمد رفاعي واحمد بلجيكا ومجدي عوض. على ايدنا اليمين فريق النادي الاهلي، على ايدنا الشمال فريق الجونه، لقاء يديره تحكيميا طاقم تحكيم بقياده احمد ناجي حكم الساحه 27 عام، حكم الدرجه الاولى منذ عام 2016. بيعاونه في هذا اللقاء احمد عبد المنعم 30 عام، حكم درجه اولى ايضا منذ عام 2016، والحكم الثالث أو المساعد الثاني عماد فرج 28 عام وحكم درجة أولى أيضا منذ عام 2016. هنشوف في اللقاء والفرقتين هيقدموا لنا إيه. أحمد السيد في منطقة الجزاء النادي الأهلي، عطا عايز يصوب ويسدد، ولكن التصويبة والتسديدة لخارج الملعب، خارج الملعب لركلة المرمى. عجبني تواجد مصطفى شوبير وتواجد محمد شكري، اللعيبة اللي موجودين مع الفريق الأول، وادي اللي دايما الرسالة اللي بنقولها للاعبين، اللعب مش مجرد صعودك وتصعيدك للفريق الأول تبقى المحطة انتهت أو الرسالة انتهت،
لا لسه دورك، دورك انك تكون موجود مع فرقتك. دايما اللعيب يقول لك يعني ما يكتفيش بالتمرين، يقول لك لا انزل العب الماتشات، وجو الماتشات طبعا بيختلف، طبعا ظروف الفرصه فوق في الفريق الاول بتبقى صعبه جدا سواء لشكري او لمصطفى شوبير، وبالتالي ان اللاعب بينزل يكون موجود مع فريقه وفريق الشباب اعتقد بتبقى رساله مضمونه ان اللاعب بيعرف يشتغل على نفسه كويس، يعني سواء مصطفى سواء محمد شكري سواء الدور اللي بيقوم بيه الجهاز الفني فوق مع اللعيبه سواء مستر بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ او الكابتن سامي مصان، وايضا دور الكابتن عمرو انور مدير الفني لفريق الشباب. هنشوف اللقاء وواحد من اللقاءات الخلاص الختاميه لفريق النادي الاهلي. ادي الركله الحره، وادي احمد ناجي اكتسب الكره الركله الحره للاعب احمد السيد قادم للنادي الاهلي يعني منذ 3 أعوام من نادي صيد المحله. اللاعب احمد السيد ترجع مره ثانيه لزياد طارق، زياد والتحضير مع ابراهيم لمحمد حسام ميدو، ثلاث ارباع اللاعبين اللي في ارض الملعب كلهم اتصعدوا للفريق الاول يعني وضعوا تحت الميكروسكوب الخاص بمستر بيتسو موسيماني. اكبر حافز هذا الموسم بيحققه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان خلاص كل اللعيبه سواء لعيبه ال 2001 ال 99 ال 2002 ال 2003 اللعيبه خلاص محطوطه تحت ميكروسكوب الفريق الاول والجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني. هنشوف رميه التماس لفريق الجونه اتلعبت عند بلجيكا مرة تانية. اللاعب سيد بسطويسي يطلع أحمد ياسر من الجانب الأيسر، القميص رقم 12 أحمد ياسر يلعبها مع بلجيكا، لكن التغطية والواجبات الدفاعية من الولد محمد نصير. عايزين نحط عينينا على محمد نصير صاحب القميص رقم 99، واحد من اللعيبة المهمة خط وسط النادي الأهلي، عملية الربط ما بين خط الوسط وخط الهجوم يقوم بيها اللاعب محمد نصير مع اطراف النادي الاهلي سواء محمد شكري او زياد طارق. ادوار والتعليمات اللي بيديها الكابتن عمرو انور للاعبي النادي الاهلي في هذا اللقاء، مسيره لفريق النادي الاهلي هذا الموسم، لعب 7 لقاءات فاز في 5، تعادل في لقاء وهزم في لقاء وحيد امام انبي. احمد السيد هاندبول لمسة يد، قرار صحيح من أحمد ناجي، وادي كل السلامة للاعب عبده سامي. كل اللي يهمنا في المقام الأول هو سلامة اللاعبين. أحمد ناجي حكم اللقاء رايح يطمن على اللاعب عبده سامي، المهمة الأولى لحكم اللقاء طبعا الحفاظ على سلامة اللاعبين. يعني زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي كان تلقى هزيمه وحيده يعني هنا كانت على ملعب النادي الاهلي امام فريق انبي بهدفين، ولكن سريعا لعب النادي الاهلي في لقاء الدور الثاني على ملعب انبي، وهذا كان اخر لقاء للعب النادي الاهلي قدر انه يفوز على انبي في ملعبه ب4 أهداف مقابل 2. اتلعبت الطويله عند محمد نصير بالقميص رقم 99 يعلقها يلعبها العرضيه، لكن الراسيه خارج الملعب مع عبديه ورايت عماد فرج، والركنيه الاولى للنادي الاهلي رايح محمد شكري بالقدم اليسرى، الكره اللي فيها سويرفل داخل المرمى. محمد شكري واحد من عناصر مقيده في القائمه الافريقيه للفريق الاول للنادي الاهلي. شكري مع زياد طارق، لم شكري عدى، شكري يلعبها بوش رجله الخارجي يا ولد، لكن احمد عطا ان شاء الله. احمد عطا واحد من اللعيبه اللي بيتميز بطول القامه والبنيان الجسماني القوي. زياد طارق عنوان من عناوين المهارة في النادي الأهلي يا ولد، غير ملعب بقى جميلة عند إلياس، الاستلامة التصويبة، لكن فين القرار؟ التصويبة والقرار متأخر شوية من مصطفى إلياس، يعني الاستلامة أسند لنفسي أروح على المرمى ومعاها التصويبة من مرة واحدة، لو اتعادت هنشوفها مرة تانية. الاستلامة هنا تفرق، هنا دي الاستلامة اتطرفت بيها، اتطرف فيها إلياس، كان محتاج يقطم لجوه، يعني الاستلامة تاخده لقلب المرمى. اتلعبت يا ولد مصطفى نصير، جول جوه، جول محمد نصير. لسه من ثواني بقول لحضراتكم عينينا على صاحب القميص رقم 99 محمد نصير يضع هدف اول للنادي الاهلي بالقميص رقم 99. الولد محمد نصير يضع الهدف الاول للنادي الاهلي، مواليد 99. محمد نصير واحد من اللعيبه اللي ظروف الاصابات اخرته كتير، يعني لولا الاصابات لمحمد نصير
كان زمان محمد نصير واحد من اللعيبه الموجود. ادي الاستلامه، وادي الاختراق، وادي القرار، وادي بالقدم بباطن القدم اليمنى. يا ولد يا ولد يا محمد يا نصير يضع الهدف الاول، هدف الاول. ادي التحرك، قلت لحضراتكم واحد من اهم اللاعبين في النادي الاهلي. ادي نصير، وادي القرار يا ولد يا ولد يا نصير. وادي راح لمين؟ راح للكابتن عمرو انور، وراح لمقاعد البدلاء لعبد الرحمن مانو. هدف اول للنادي الاهلي، يضع الاهلي في المقدمه. اعتقد اللاعب عبده سامي اللي كان يعني اصيب في اللقطه الاخيره، نتمنى له كل السلامه ان شاء الله، يقوم بالف سلامه. النهارده جهاز فني الفريق الجونه، الكابتن عمر الطوني مدير فني، كابتن محمد خالد مدرب عام، كابتن محمود مشالي مدرب حراس المرمى، اداري احمد سيد، الطبيب محمد عمار، اخصائي مهمات حماده عبد الله ومحمد رفعت، ومدرب احمال محمد عمر. هنشوف اللقاء بيسفر عن ايه؟ يرجع مرة تانية. الياس. لمحمد شكري، عملية التحضير وصناعة الهجمة وبناء الهجمة، ويرجع تاني اكن النتيجة تعادل سلبي. ابراهيم السيد في الجانب الايمن مع زيادة طارق. زيادة. لفارس طارق. ظهير ايمن ماشي. مساك وقلب دفاع ماشي، مصطفى الياس ظهير ايسر ايضا ماشي، قلب دفاع ماشي. عمليه ان اللعيب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي يلعب في اكثر من مركز، دي نقطه من النقاط المهمه جدا اللي كل المدربين في منظومه قطاع الناشئين بيبقى حريص عليها، انك يكون عندك الخامه بتاعه اللاعب اللي يقدر يلعب في اكثر من مركز، دي من النقاط المهمه جدا. محمد حسام ميدو. اظهر بقى زياد، اظهر يعني. يرجع ليه فارس طارق. مصطفى الياس، الياس لمحمد شكري من لمسه واحده يا ولد، حلوه الوان تو مع احمد السيد. شكري، شكري والقرار، شكري والعرضيه، شكري والراسيه، مين مكمل؟ كان يعني عايز ادي نصير والمهام اللي بياخدها. وهنشوف تبديل اول لفريق الجونه، تبديل اول زي ما قلنا عبده سامي مش هيقدر يكمل، هينزل عمار احمد رقم 13 في اول تبديل اضطراري لفريق الجونه، اللاعب عمار احمد رقم 13. تبديل اول، تعليمات من الكابتن عمرو انور، واقف في المنطقه الفنيه احمد عبد الظاهر، تعليمات مستمره للاعبي فريق النادي الاهلي. ترجع مره ثانيه لرميه التماس. رضا السيد لكن الطويله الطوليه الاماميه، ميدو من مره واحده يرد في نص الملعب، احمد السيد لنصير لزياد طارق، لكن يلم اللاعب احمد ياسر ويلعبها طويله مره ثانيه، ارتقاء من حسون لاحمد ياسر، اختراقه من فريق الجونه لكن سريعا النادي الاهلي بيستخلص الكره، ويرجع حسون لابراهيم السيد. التمريرات، وادي زياد طارق مقطوعه من احمد عطا لخارج الملعب، رميه التماس. ابراهيم السيد الظهير الايمن لفريق النادي الاهلي خارج الملعب، رمي التماس مره ثانيه. ابراهيم يلعب رمي التماس، مصطفى فوزي بكعب القدم لكن يرد مره ثانيه فريق الجونه. حسون غير ملعب برؤيه جميله. الياس الاستلامه من مصطفى الياس، عايز يعدي، عداها احمد السيد. شكري في مساحه ضيقه، يضغط مرة ثانية وخارج الملعب، رمية التماس للجونة. تقدم للأهلي بهدف عن طريق اللاعب محمد نصير، تمريرة مرة ثانية للسيد الرفاعي لكن ترجع عند مصطفى شوبير. شوبير لمحمد حسام ميدو، يحضر مع إبراهيم السيد لميدو. حب من اللعيبة المهمة والمميزة، لاعب مواليد 2000 أحمد السيد عند زياد طارق. زياد بتمريرة يعني اتلعبت كده من زياد وان تاتش، ولكن اللي خارج الملعب ركلة المرمى لفريق الجونة. جونة 7 لقاءات لم يستطيع فريق الجونة تحقيق أي انتصار. مرة تانية يضغط النادي الأهلي، حط يا راجل، جول
جوه جول، هدف ثاني للنادي الاهلي. ادي زياد طارق وادي الحاوي، ولكن الدور والمهمه من الولد مصطفى فوزي يلعبها وقاطع ولعب زياد طارق بالقدم اليسرى يسكنها الشباك، هدف تاني للنادي الاهلي. لكن مجهود كبير من مصطفى فوزي في اللقطه والمشهد اللي فات، ويقابلها اللاعب زياد طارق علشان يضع هدف ثاني للنادي الاهلي. اتنين النادي الاهلي لا شيء الجون، هنشوفها مره تانيه. ادي الضغط اللي عمله مصطفى فوزي على حارس المرمى، هي دي يا ولد على السنده، يا ولد على السنده الجميله. ادي السنده، شوف التريحه من الولد مصطفى فوزي، وادر باطن القدم اليسرى من اللاعب زياد طارق. مره تانيه اختراقه، مره تانيه النادي الاهلي على نفس المنوال على نفس الوتيره. هنشوف انذار من حكم اللقاء احمد ناجي، ادي انذار للاعب فريق الجونه، انذار وبيطمن على احمد السيد. شوف اللاعب اللي تحصل على الانذار، لاعب رقم 30 في فريق الجونه، اللاعب محمد رجب. انذار اول في هذا اللقاء، وقع احمد السيد ونزل له طبيب النادي الاهلي حسن فاضل. كل السلامه لاحمد السيد، زي ما قلت لحضراتكم ثالث موسم ليه مع النادي الاهلي، كان انضم من صفوف فريق صيد المحله. اللاعب احمد السيد محمد شكري اخصائي الضربات الثابته في النادي الاهلي، واثنين النادي الاهلي لا شيء الجونه. محمد شكري، شكري يلعب ويعلق، لكن يرد احمد عطا. مره ثانيه شكري وسط اثنين وسط ثلاثه، مقطوعه الانطلاقه والاختراقه الفريق الجونه من الجانب الايمن، يلم عمار لكن يا ولد على سرعه الارتداد من احمد السيد. تمريره مره ثانيه، رضا سيد بسطويسي، لكن يلم محمد حسام ميدو، يرجع مرة تانية لمصطفى شوبير بكل هدوء وثقة، يرجع لميدو، ميدو مبدأ الأمان مش عيب، يرجع مرة تانية عمار. التمريرة تمريرات من فريق الجونة، مفيش شيء يبكي عليه فريق الجونة في هذا اللقاء. بلجيكا يقفلها بتمريرة حلوة، عمار لكن يا ولد على الارتداد، يا ولد على فارس طارق. شكري اتلعبت، اتعلقت العرضية لكن بسهولة امسكها بكل ثقة مصطفى شوبير. شوبير شخصيات وملامح المستقبل للنادي الاهلي والمنتخب المصري، على وجه واحد من الحراس المميزين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي مصطفى شوبير. فارس طارق، فارس ميدو، تحضير مره ثانيه فريق الجونه، كله بينزل تحت الكوره، ويبدا النادي الاهلي عمليه بناء الهجمه من جديد والبحث عن هدف ثالث. يطلع ويمسك كورته الحارس احمد ابراهيم، احمد ابراهيم عايز يدي لنفسه مساحه، يبدا ويلعب مع محمد رجب. رجب يلعبها طويله، رجب عند السيد الرفاعي ولكن لخارج الملعب، خارج الملعب، ورميه التماس لفريق الجونه. حتى الان تقدر تقول مصطفى شوبير لم يختبر، لسه بحاول نستكشف الشكل والرسم البياني لخط هجوم فريق الجونه في هذا اللقاء. رميه التماس ومصطفى الياس، مصطفى الياس تمريره اتسندت يا ولد، حسون عند احمد السيد، لاعب محوري في منتصف ملعب النادي الاهلي. بالمناسبه احمد السيد اكثر اللاعبين يعني ثباتا في المستوى ومعدلات ونسبه مشاركته، من سبع لقاءات شارك في ست لقاءات من السبع لقاءات اللي اتلعبوا. محمد حسام ميدو، مره ثانيه ابراهيم السيد يلعبها تمريره في اتجاه مصطفى فوزي، مصطفى فوزي، فوزي يرجع مرة تانية عند أحمد ياسر. بلجيكا التحضير صعبة جدا، لكن لو لحق والله، ولحق عمار، عمار عمار يلعب تمريرة مرة تانية. التحضير من فريق الجونة عمرو خميس، غيرها جوه منطقة الجزاء لكن يرد ميدو،
يرجع مرة تانية عند اللعب سيد بسطويسي. ثلاثة في نص الملعب، سيد بسطويسي ورضا السيد، يا ولد على التحضير يا ولد على التمرير، ولكن اتقطعت. ميدو يبدأ، ميدو مع مصطفى إلياس. إلياس غير ملعب ويلعبها جميلة هناك، عايز يلعبها عند عند اللعبة زياد طارق، ولكن سهلة للحارس أحمد إبراهيم، اتسندت من اللاعب أحمد ياسر. طويلة الطولية الأمامية عند اللعبة ميدو وإلياس. نتكلم مع بعض يا شباب، إلياس وميدو لازم نتكلم مع بعض. ركلة حرة احتسبها أحمد ناجي. ادي المشهد وادي الصورة وادي الاثنين، وادي بالفعل يعني في دفعة في ظهر اللاعب لاعب فريق الجونة رضا السيد، وادي محمد رجب، والركلة الحرة لفريق الجونة. طبعا بيطلع أحمد عطا مع مجدي عوض والرفاعي وبلجيكا. رجب يعلقها لكن فين؟ سهلة عند مصطفى شوبير، يعني سهلة جدا لمصطفى شوبير. يبدأ شوبير لإبراهيم السيد في الجانب الأيمن. إبراهيم انطلاقة من الجانب الأيمن. إبراهيم يرجع مرة تانية عند اللاعب حسون محمد. التحضير والتمرير من النادي الأهلي وفريق الجونة بالاستراتيجية اللي بيلعب بيها، إنه بينزل تحت الكورة. فارس طارق وأدواره في الزيادة في الجانب الأيسر مع اللاعب مصطفى إلياس. يلعب بعرض الملعب مع حسون، مع أحمد السيد لحسون محمد. حسون لإبراهيم السيد. سيطرة استحواذ من النادي الأهلي وهدفين، ووضع الأهلي في المقدمة أمام فريق الجونة. فارس طارق، فارس لأحمد السيد. أحمد السيد بص التحرك اللي بيعمله إبراهيم، بص التحرك، كانت عايزة، مش عايزة على الأرض، كانت عايزة تتعلق لإبراهيم السيد، لكن يقطع مرة تانية مصطفى إلياس. حلو الضغط والبريس اللي بيعمله النادي الأهلي. إلياس السندة لكن اتقفل عليه ببلوك دفاعي. يرجع مرة تانية ويبدأ اللاعب بلجيكا. بلجيكا واحد من اللعيبه اللي عنده المهاره. ادي بلجيكا مع سيد بسطويسي، مع اللاعب عمرو خميس، مع اللاعب رضا السيد. ادي عمرو خميس. الضغط مره ثانيه من شكري، خبرات شكري. بلجيكا يقطع، بسطويسي مع الرفاعي. المرتده زياد، يا ولد يلعبها واحده والثانيه، يا ولد يا مصطفى، يا والله ده كان نصير. ادي الانطلاقه، واحد على واحد، زياد يعدي، زياد واحد على واحد، يا ولد يعلق، يلعب العرضيه، مين مكمل؟ لازم اظبطها على واحد يا زياد. حب يلعبها ويعلقها في اتجاه نصير، ولكن لخارج الملعب، رميه التماس لفريق النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم وقلنا في البدايه، نحط عينينا على نصير ونحط عينينا على زياد طارق، اعتقد هم اللي بيرسموا الشكل الهجومي للنادي الاهلي. ادي نصير وهدفه الاول، وادي السنده بباطن القدم، هدف الاهلي الاول في هذا اللقاء. ادي بص الاسيست الجميل من الولد ابراهيم السيد الظهير الايمن، يعني اللي يعني نسينا دوره، نسينا دوره، اتكلمنا على نصير لكن ما اتكلمناش، معذره يا ابراهيم، ما اتكلمناش على الاسيست بتاع ابراهيم السيد. ادي الكادر لما فتح وشفنا الكوره وشفت التحرك العمق ودخول اللاعب ابراهيم السيد في عمق الملعب، ثم الباص بوش القدم للاعب نصير. ادي مره ثانيه النادي الاهلي، ادي زياد عايز يعدي. دايما يعني انا واحد من الناس اللي دايما يشدني اللاعب اللي يصنع الهدف اكتر من اللاعب اللي يجيب الهدف، يعني اللاعب اللي يصنع الهدف صاحب الاسيست هو دايما اللاعب اللي يعني لازم ياخد حبه الكريز، او اللاعب هو اللي ياخد اللقطه، فدايما انا يشدني اللاعب اللي يجيب اللي يصنع الهدف، تبقى من الامور المهمه جدا، يعني اللعيب صانع الالعاب وصانع الاهداف بتبقى عمله نادره. ادي التمريره وادي التحرك من السيد الرفاعي مع محمد حسام ميدو، هيقفل له خارج الملعب، لكن يا ولد اعتقد قرار، اعتقد قرار، يعني نقول اللي لينا واللي علينا، هنشوفها مره ثانيه، هنشوفها مره ثانيه. ادي ابراهيم السيد حاول ان احنا برضو نشوفها مره تانية ونطرق التعقيب على قرارات التحكيم طبعا للاستوديو التحليلي. نصير، نصير يعلق. طبعا ما عندناش افار في بطولات ومباريات قطاع الناشئين، مع ان في مباريات في الفريق في الدوري الممتاز فار من غير فار بيبقى ليها بعض عليها بعض التحفظات. مره تانية احمد السيد لابراهيم، محتاجين نشوفها مرة تانية برضو، يعني لقطة أو لعبة فريق الجونة، يعني عشان نكون منصفين، قول الحق سواء للنادي الأهلي أو على النادي الأهلي. محمد حسام ميدو لفارس طارق،
فارس ترجع مرة تانية لمحمد حسام ميدو. نصير واحدة والتانية مع إبراهيم، ضغط مزدوج من فريق الجونة. وادي الضغط، استخلاص بتمريرة أحمد أحمد ياسر، ياسر يلعبها تمريرة ولكن لخارج الملعب، رمية التماس لفريق الجونة. ادي هنشوفها مرة تانية بالفعل، ادي مرة تانية، ادي اللاعب، ادي اللاعب، لا فيها، لا فيها بس من بره ال 18، يعني هي فيها بس من بره ال 18، بس اعتقد هيبقى فيها يعني تشوفها في الاستوديو التحليلي، هي من الزاوية التانية أوضح، من الزاوية التانية أوضح، ولكن دايما بنقول مش هنعقب على قرارات التحكيم، بنسيبها للاستوديو التحليلي، يعني احنا بنتكلم بمنتهى العدالة، بمنتهى الشفافية، سواء للنادي الأهلي أو على النادي الأهلي. اتلعبت مرة تانية لبلجيكا، مصطفى إلياس ترجع مرة تانية من عمار، يضغط مصطفى فوزي، ركلة حرة لفريق الجونة للاعب رقم 6 عمرو خميس. ادي مرة تانية، ادي يعني كل كورة، ادي كل لمسة حكم، وادي دور الولد مصطفى فوزي والمجهود اللي بيعمله، محطة هجومية قوية جدا للنادي الأهلي. محمد رجب سندت من عطا، يرد مصطفى الياس مرة تانية، ادي مصطفى فوزي، تطور كبير وتطور هائل في مصطفى، في يعني في مستوى اللاعب مصطفى فوزي. اتلعبت واتعلقت، وادي شوبير يطلع، يا سلام على الالتقاط، يا سلام على شوبير، ويا سلام على سرعة بدء الهجمة والتحول والانطلاق، يا ولد يا ولد، لا شكري لو استلم، ويا سلام لو كانت تختم، يا سلام، ولكن لخارج الملعب رمي التماس. كنت بتكلم على نقطة اللاعب مصطفى فوزي وتطور هائل في مستوى اللاعب مصطفى فوزي هذا الموسم، ولابد أن ينسب الفضل لأهله، دور كبير ومجهود كبير يرجع للكابتن عمرو أنور، يعني لازم نتكلم وإن احنا ننسب الفضل لأهله كابتن عمرو أنور والدور الكبير جدا اللي قام بيه مع مصطفى فوزي هذا الموسم، واشتغل على نواحي فردية مع اللاعب مصطفى فوزي وقدر إنه يطور من مصطفى فوزي هذا الموسم. اتلعبت وتعلقت داخل منطقة الجزاء لفارق اللعبة زياد طارق، زياد تعلقت من شكري، مرة تانية التشتيت من اللاعب محمد رجب، فارس طارق ارجع لميدو، محمد حسام ميدو يعلق ويلعبها الطويلة، زياد طارق، زياد لمصطفى إلياس، مرة تانية ميدو، فارس طارق، فارس بتمريرة في الجانب الأيسر لإلياس، يا ولد يسند واحدة عدت مقطوعة. ادي الضغط العالي اللي بيعمله فريق النادي الاهلي، اللي بتقدر تقول بلغه الكوره الاهلي بيخنق الملعب، وهذه انطلاقه بلجيكا، لكن يا سلام على الواجبات الدفاعيه من زياد طارق. الاهلي بيحاول ان هو يقفل الملعب ويضيق المساحات على فريق الجونه. ودايما القاعده والفلسفه بتقول وانت بتهاجم يعني افتح الملعب او وسع الملعب على قد ما تقدر او لاكثر مساحه ممكنه. وانت بتدافع بتضيق الملعب اقل مساحه ممكنه. دي الفلسفه والقاعده اللي كان دايما يشتغل عليها واحد من اساطير التدريب يوهان كرويف. مره ثانيه عمرو لبسطويسي، سيد بسطويسي شالها بفكره حلوه، يا ولد فكرتها حلوه، الفكره حلوه، ولكن نصير وادواره ونصير ولمساته، محمد شكري وتمريراته، يا ولد يلعبها مع نصير، اعتقد ركله حره، ركله حره ان شاء الله. اللاعب محمد نصير القميص رقم 99، لاعب الاصابات عطلته كتير، لكن ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله يكون كلها خير يا محمد يا نصير. يرجع مره ثانيه اللاعب مصطفى الياس، الياس ترجع مره ثانيه لابراهيم السيد، زياد طارق، زياد وركلة حرة، ولا اكتسب ركلة حرة لصالح النادي الأهلي لصالح زياد طارق.
ركلة حرة وجاي اللاعب محمد شكري بالقميص رقم 30 38 للنادي الأهلي، قدم اليسرى ادي الكورة، وادي تدخل من احمد ياسر مع زياد طارق احتسبها المساعد الثاني في هذا اللقاء عماد فرج هو الاقرب للكورة، اتلعبت واتعلقت داخل منطقة الجزاء، ارتقاء من محمد رجب، تشتيت من رجب لخارج الملعب، الركلة الركنية لفريق النادي الأهلي هيروح محمد شكري. هيلعب محمد شكري زي ما قلت لحضراتكم هو متخصص وأخصائي الضربات الثابتة في النادي الأهلي، محمد شكري، شكري يلعب ويعلق، الارتقاء مرة تانية، اتسندت التشتيت وصافرة أحمد ناجي، اكتسب ركلة حرة لفريق الجونة. هيلعب أحمد إبراهيم، اتلعبت الطويلة الطولال أمامية، أحمد ياسر الجبهة اليسرى، الجبهتين عايز أقول لحضراتكم بلغة الكرة معطلين تماما تماما فريق الجونة. الياس بتمريره لمحمد شكري، شكري شكري عدى شكري يلعبها بعرض الملعب، ترجع مرة تانية للاعب محمد نصير لزياد طارق، زياد زياد عدى وانطلق، مش زياد زياد لكن عمرو خميس يضغط خارج الملعب لرمية التماس، رمية التماس لفريق النادي الأهلي، زياد طارق يرجع ويحضر لأحمد السيد، يعلق العرضية بالونة لخارج الملعب، ركلة المرمى لفريق الجونة. ادي محمد شكري كابتن فريق النادي الأهلي، لعبت الطويلة الطولال أمامية، ترد عند شوبير لإبراهيم السيد، لشوبير، شوبير يعلق ويلعب طويلة عند محمد شكري، اتسندت ولكن راية وصفارة، راية من المساعد الثاني في هذا اللقاء عماد فرج وصفرة أحمد ناجي، تسلل على النادي الأهلي جاي من التسلل اللاعب محمد شكري. هيلعب رضا السيد يلعبها طويلة، ترد عند شوبير يمسك كورته بثقة بثبات اللاعب مصطفى شوبير، طويلة في اتجاه إبراهيم السيد اختراقا من الجانب الأيمن، إبراهيم 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 يرجع مرة تانية لكن لخارج الملعب، رمية التماس لفريق الجونة. هيلعب أحمد ياسر، يرجع أحمد السيد لفارس طارق، فارس لمصطفى الياس، التحضير من النادي الاهلي، هدوء بعد الهدف الثاني اللي احرزه لاعبي النادي الاهلي، هدفين بيتقدم بهم النادي الاهلي، وضع الاهلي في المقدمه هدفي محمد نصير وزياد طارق، مصطفى شوبير، فارس طارق، ترجع مره ثانيه ليه ميدو لابراهيم السيد، يرجع يطول ويلعبها في اتجاه احمد السيد لمحمد شكري، شكري شكري عايز يعدي، عدى شكري ولكن اللي خارج الملعب، خارج الملعب و رمية التماس لفريق النادي الأهلي، هيلعب مصطفى إلياس،
يسندها اللاعب بلجيكا صاحب القميص رقم 70، يسندها كده مع الحارس احمد ابراهيم ميدو. ميدو والسيد رفاعي، لكن ميدو يقطع لزياد طارق. زياد المهاره، زياد يلعبها في العمق يا ولد مصطفى فوزي. يا ولد يا ولد يا ولد، حكم اللقاء قال ايه؟ لسه هاند بول ولا ركله جزاء؟ طب احنا عايزين نشوفها مره ثانيه. طب نشوفها مره ثانيه زي ما قلنا على بتاعه الجونه، عايزين نشوفها مره ثانيه عشان نشوف الكره للاعب النادي الاهلي مصطفى فوزي. كابتن احمد عبد الظاهر بيتكلم مع مصطفى فوزي، ادي هنشوفها مره ثانيه. وادي القرار، حلوه الزاويه، حلوه حلوه، عدى. هل يعني عايزين نشوفها برضو؟ ادي من هنا نقدر نشوف، عدى انطلق مشي في اعاقه. ادي ايد الحارس، يعني اعتقد كان فيها ركله جزاء للنادي الاهلي. يعني زي ما قلت على بتاعه الجونه بقول على بتاعه النادي الاهلي. اعتقد طبعا كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي هيحللوها بشكل افضل من كده. نترك الكلام والتعقيب على قرارات التحكيم في الاستوديو التحليلي وكباتننا، سواء لعبه الجونه او لعبه النادي الاهلي. زي ما قلنا من بدايه اللقاء بنتكلم يعني بمنتهى الشفافيه سواء للنادي الاهلي او لفريق الجونه. والحارس احمد ابراهيم نتمنى له كل السلامه، بيستغل التوقيت الكابتن عمر التوني وهذا التوقف ويشرح للاعبين بعض الامور، بعض الاخطاء اللي في فريق الجونه. ادي الهدف الثاني للنادي الاهلي، وادي مصطفى فوزي، وادي الاسيست الجميل مع اللاعب زياد طارق. وادي فرحه لاعبي النادي الاهلي، ادي الضغط اللي عمله مصطفى فوزي. قلت لحضراتكم واحد من المحطات الهجوميه القويه جدا للنادي الاهلي، وادي زياد طارق وهدف للنادي الاهلي. النهارده على مقاعد بدلاء النادي الاهلي احمد طارق سليمان، عبد الرحمن علاء، احمد الشامي، وليد مصطفى، محمد احمد بيسو، طه محمود، محمد خالد، محمد رضا، محمد اشرف، واحمد عربي. مناسبه اللاعب محمد رضا مواليد 2002، واللاعب احمد عربي لاعب ايضا مواليد 2002. ادي اللاعب بلجيكا، وادي الادوار الدفاعيه، وان انا اطور من المستوى الدفاعي للاعب الجناح او اطراف الاهلي الهجوميه سواء محمد شكري او اللاعب زياد طارق. مصطفى فوزي الاختراقه، وادي الكوره اللي بقول لحضراتكم عليها بعد ما سند، طالما لمس الكوره وعدى هنشوف الكوره مره ثانيه. شكري هيلعب، واقع لاعب فريق الجونه. كابتن احمد ناجي وقام لاعب فريق الجونه هيستأنف باسقاط. تعديل الجديد، خلاص اسقاط للاعب النادي الاهلي، ما قربش منه لاعب الجونه. ده طبقا للتعديل اللي تم الجديد. يرجع مره ثانيه فريق النادي الاهلي. زياد طارق خارج الملعب، رمية التماس إبراهيم 2 النادي الأهلي لشيء الجونة. ترجع مرة تانية عند محمد حسام ميدو، ميدو لزياد طارق. زياد موه وعدى زياد، التمرير عند ابراهيم السيد، ابراهيم يعلق يلعب العرضيه مصطفى فوزي. مصطفى اتسندت عايز يسند ويوسع لنفسه، ولكن اتقطعت المرتده السريعه لفريق الجونه. لو تمت مشي لاعب بلجيكا. احمد السيد عامل حائط صد في منتصف ملعب النادي الاهلي، ترجع لمصطفى شوبير لابراهيم السيد. محمد حسام ميدو قلب دفاع مميز في النادي الاهلي الولد محمد حسام ميدو. فارس طارق مجهود كبير
يقوم به يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي هذا الموسم مع تولي الكابتن خالد بيبو لرئاسه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني في اقرب فرصه نقدر نتكلم على نتائج الفرق والتطور ومراحل التطور اللي تمت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي هذا الموسم، ووجود خبير اجنبي التشيكي مايكل بروكيتش وتوليه مهام المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. صفره من احمد ناجي واحتساب، ادي الكابتن احمد عبد الظاهر واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين. بالمناسبه احمد عبد الظاهر اصحاب الخلق الرفيع، الشخصيات يعني دايما شخصيات الجديره بالاحترام. الكابتن احمد عبد الظاهر مع جهاز فني الكابتن عمرو انور المدير الفني والكابتن احمد يونس، يعني هو ده العهد دايما بكل افراد منظومه قطاعات الناشئين في النادي الاهلي. اتلعبت طويله، ابراهيم السيد لزياد طارق، زياد يعلق في اتجاه اللاعب محمد شكري، ترجع مره ثانيه لمصطفى فوزي، مصطفى الياس يلعبها لمحمد شكري من وضع الحركه، يلعبها ارضيه الياس اصطدمت، يرد مره ثانيه فريق الجونه بلجيكا، يلم بلجيكا. اتلعبت طويله في اتجاه السيد الرفاعي، لكن يا ولد معاه محمد حسام ميدو قافل تماما وخارج الملعب، رمية التماس يلعب بلجيكا للرفاعي، مقطوعة، ركلة حرة لفريق النادي الأهلي على السيد الرفاعي. وادي لاعب السيد الرفاعي كده بعض المناوشات في أرض الملعب تبقى بين اللاعبين، يعني ما بتاخدش اكتر من ثواني والموضوع بينتهي بيخلص. ادي الروح الرياضيه، بقول لحضراتكم يعني امور بتبقى معتاده بعد المناوشات ما بين اللاعبين بعض النرفزه لكن سريعا بتنتهي. يبدا مره ثانيه ابراهيم السيد التحضير مع اللاعب حسون، سيطره من النادي الاهلي على شوط اللقاء الاول اللي بيلفظ انفاسه الى اخيره. محمد حسام ميدو يلعبها، عايزه وش رجل يلف شويه لجوه ميدو، يعني ميدو لعبها بوش رجل لكن يعني ما يعني بلغه الكره ما مرجحش رجله شويه انه يلف الوش لداخل الملعب. رمي التماس لفريق الجونه عمار، حسون، مصطفى فوزي، فش اي حاجه، بسطويسي يلعبها، رضا السيد، رضا انطلاق، رضا السيد، رضا ومعاه زياد، يرجع رضا مرة تانية، رضا السيد، رضا يعلق يلعب العرضية سهلة لمصطفى شوبير، شوبير يلعبها طويلة الطولية الأمامية، يرد أحمد عطا لخارج الملعب، رمية التماس، رمية التماس لفريق النادي الاهلي ورايح ابراهيم السيد. يرجع ويحضر مع حسون. ميدو. فارس طارق. فارس لحسون يبدا ويحضر النادي الاهلي مره ثانيه في نص ملعب فريق الجونه، بينزل محمد نصير علشان يعمل التسليم والتسلم ويفتح مع ابراهيم، يرجع مره ثانيه النادي الاهلي يحضر من خلال ميدو بعرض الملعب لفارس طارق، فارس لإلياس من المنصوره، الياس لفارس من المنصوره، محمد حسام ميدو من الشرقيه يعلق ويلعب الطويله سهله عند احمد ابراهيم. احمد عبد الظاهر في المنطقه الفنيه وتعليمات وتوجيهات للاعب النادي الاهلي. احمد ابراهيم يلعب الطويله، يا ولد يا شكري، توقع كويس من شكري وخارج الملعب، رميه التماس، يرجع مره ثانيه الياس لخارج الملعب ورميه التماس. ادي مقاعد ابو دلاء النادي الاهلي، صوره على وجوه لاعبي النادي الاهلي،
عمار انطلاقه يعلق يلعب العرضيه الراسيه مش موجوده هناك عند زياد طارق انطلاقه من زياد زياد طارق موه زياد زياد يغير ملعب يا ولد يا ولد عند محمد شكري الرؤيه والمهاره وادي التحرك من شكري وادي العرضيه من شكري مش حلوه يا شكري مش حلوه يا شكري يعني في تيارات هوا في ارض الملعب لعيب بيعمل يعني تاخد الحساب بتاعك في الباص شويه او في الكرات العرضيه ادي عمر التوني المدير الفني لفريق الجونه صوره والمشهد واحد من المدربين الشباب في قطاعات الناشئين وبنبقى يعني امر مهم جدا لما نشوف الشباب وفرصه كبيره للشباب كتولي القياده الفنيه في قطاعات الناشئين بتبقى المرحله يعني المهمه قبل الفريق الاول زياد وفارس يرجع لمصطفى شوبير لم يختبر مصطفى شوبير في شوط اللقاء الاول محمد حسام ماميدو لمصطفى شوبير يلعبها طويله في اتجاه الياس اتسندت للاعب محمد شكري شكري عايز يعدي شكري شكري وعمار شكري عدى ياخد منها رمية التماس للنادي الاهلي رمية التماس لصالح فريق النادي الاهلي وقع شكري اتمنى له كل السلامه رمية التماس لفريق النادي الاهلي موجود حسن فاضل كطبيب بعد يعني نقول تصعيد الدكتور احمد ابو عبله طبيب فريق الشباب للفريق الاول ويعني دور قطاع الناشئين في النادي الاهلي ليس مقتصر فقط على اللاعبين يعني من الامور المهمه جدا يعني دور قطاع الناشئين في النادي الاهلي وامداد الفريق الاول بلاعبين اداريين مدربين في بعض الاوقات ايضا اطقم طبيه كان تولى الفتره مؤقته للدكتور اسامه مصطفى ثم تولى الدكتور احمد ابو عبله الطبيب للفريق الاول للنادي الاهلي يعني هو كان طبيب فريق الشباب بالنادي الاهلي مره ثانيه شوبير مع ميدو 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 يلعبها طويله لخارج الملعب رمية التماس احمد ياسر ترجع مره ثانيه دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع عن احداث وعمر شوط اللقاء الاول اشاره من احمد عبد المنعم المساعد الاول في هذا اللقاء بناء على اشاره من حكم اللقاء احمد ناجي هدفين للنادي الاهلي في شوط اللقاء الاول هل هنطلع بنفس النتيجه ولا فريق الجونه ليه راي تاني ولا فريق النادي الاهلي ليه راي اول يرجع مره ثانيه احمد عطا ياخد منها ركله حره ركلة حرة لفريق الجونة واتنين لا شيء شوف ادي احمد عطا كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي الكابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال مع الكابتن اسامة حسني قولوا ايه عن شوط اللقاء الاول والهدفين اللي قدر النادي الاهلي يضعهم في محصلة اللقاء حتى الان وادي الركلة الحرة رضا السيد رضا يلعبها في المرمى لكن فين بعيدة يعني واخد القرار انه يلعبها في المرمى لكن لخارج الملعب ركلة المرمى للنادي الاهلي ادي احمد عبد المنعم المساعد الاول يبدأ مرة تانية ويحضر النادي الاهلي عن طريق اللاعب مصطفى الياس الياس طويلة في اتجاه اللاعب مصطفى فوزي يعني بالمناسبة مصطفى فوزي من دمياط شقيق بالمناسبة شقيق اللاعب والحارس محمد فوزي حارس النادي الأهلي السابق ونادي الإسماعيلي حارس محمد فوزي وشقيق شقيقه مصطفى فوزي حد من أبناء دمياط يرجع مرة تانية بلجيكا مقطوعة انطلاقة بتمريرة عند اللاعب بسطويسي خد القرار وصوب خد القرار يا ولد يا شوبير
رايك؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا شوبير، وقلت له خد القرار، احنا عايزين نشوف لقطه حلوه، عايزين نشوف لعبه حلوه، خد القرار. خد القرار، ولكن مصطفى شوبير بالايد العكسيه. لقطه ومشهد مهم جدا، يعني من النقاط المهمه جدا ان حارس المرمى يكون محتفظ بتركيزه في الدقائق الاخيره، ممكن على مدار ال 45 دقيقه ما يجيش عليه كوره، لكن دايما لازم حارس مرمى النادي الاهلي احتفظ بتركيزه مع الدقائق الاخيره. لقطه ننهي بيها الشوط الاول، وتصدي رائع من مصطفى شوبير، وتصويبه ولا اروع ولا اجمل من اللاعب سيد بسطويس. الركنيه للجونه اتلعبت واتعلقت، وادي شوبير. يا سلام يا شوبير، يا سلام يا شوبير، ويطلع ويمسك كورته واحده والتانيه. قلت لحضراتكم المستقبل يعني في خير باذن الله بمشيئه الله. مصطفى شوبير وصافره نهايه احداث شوط اللقاء الاول، يطلقها احمد ناجي حكم اللقاء بتقدم فريق النادي الاهلي على فريق الجونه بهدفين مقابل لا شيء. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، هذا كان هو كل ما لدينا في شوط اللقاء الاول، في انتظار ما سيكتب وسيكون في شوط اللقاء الثاني. الآن تعود الكلمة للاستوديو للكابتن أسامة حسني. كابتن أسامة تفضل، إليك الكلمة. كابتن أسامة حسني وضيوفه الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة تانية نلتقي سويا من هنا من ملعب النادي الأهلي وأحداث شوط اللقاء الثاني من لقاء الأهلي والجونة ضمن فعاليات الأسبوع الثامن لبطولة الجمهورية للشباب مواليد 99. شوط أول انتهى بتقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، أحرز هدفي النادي الأهلي محمد نصير وزياد طارق. هنشوف شوط اللقاء الثاني هيصفر عن إيه. هيبقى على إيدنا اليمين فريق الجونة، على إيدنا الشمال فريق النادي الأهلي. سيطرة من النادي الأهلي في شوط اللقاء الأول، قدر إنه يترجمها بهدفين عن طريق اللاعب محمد نصير وزياد طارق. هنشوف شوط اللقاء الثاني، والكابتن عمرو انور قال ايه للاعبي النادي الاهلي ما بين شوطي اللقاء، والكابتن عمر التوني مدير الفني للجونه قال ايه للاعبي الجونه ما بين شوطي اللقاء. لقاء يدير تحكيميا طاقم تحكيم بقياده احمد ناجي حكم الساحه، مساعد اول احمد عبد المنعم، المساعد الثاني عماد فرج. على بركة الله نبدأ أحداث شوط اللقاء الثاني من هذا اللقاء. فريق الجونة كان عمل تبديل اضطراري بخروج اللاعب رقم 32 عبدو سامي ونزول عمار في أول تبديل لفريق الجونة في هذا اللقاء. هنشوف شوط اللقاء الثاني ونشوف المواجهة ما بين الكابتن عمرو أنور والكابتن عمر التوني. حتى الآن تبوح بكامل أسرارها ما بين الجهازين الفنيين وما بين الفريقين. زي ما قلنا النادي الأهلي قدر إنه يحسم عملية الصعود للمرحلة الثانية من التصفيات، وهتبقى مرحلة يعني بالمناسبة هيصعب من كل مجموعة ثلاث فرق. مجموعة النادي الأهلي فريق الأهلي وإنبي قدر الفريقين يحسمها عملية الصعود للدور الثاني. ادي تمريره، وادي نصير، ولكن رايه وصفاره، رايه وصفاره وتسلل على النادي الاهلي. رايه احمد عبد المنعم 30 عام حكم درجه اولى منذ عام 2016، وصافره احمد ناجي 27 عام وحكم درجه اولى منذ عام 2016 ايضا. ركله حره للجونه اتلعبت طويله، ترد مره ثانيه عند محمد شكري عبده، لكن يضغط مصطفى الياس لبلجيكا. بلجيكا مره ثانيه يضغط مصطفى الياس ابن من ابناء المنصوره زي ما قلت لحضراتكم. اللاعب مصطفى الياس، وادي التسلل، ادي بالمقاس بالسنتي، لا تسلل، تسلل على لاعب فريق النادي الاهلي. مره ثانيه يلم، اتلعبت ولكن يضغط لاعب النادي الاهلي استخلاص سريع، وادي تصويبه منها تشتيت بيشتت ويصوب لخارج الملعب لاعب محمد رجب اللي عنده انذار من شوط اللقاء الاول. احمد عبد الظاهر يبدا ويحضر النادي الاهلي من جديد عن طريق مصطفى شوبير.
كان بطل الختام في شوط اللقاء الأول بتصدي ولا أروع ولا أجمل من كده من الحارس مصطفى شوبير. فارس طارق أيضا من أبناء المنصورة، مصطفى فوزي من أبناء دمياط، وادي تسلل هاندبول ولمسة اليد. يبدأ محمد حسام ميدو لابراهيم السيد من ابناء الغربيه، يرجع مره ثانيه حسون، تدخل مع فارس مبدأ تحت الفرصه ولكن عمل الويتند سي احمد ناجي، يرجع مره ثانيه ويحتسب الركله الحره لصالح اللاعب فارس طارق. ادي فارس وادي التدخل من الولد رضا حسون. فارس طارق مهمة البحث عن هدف ثالث للنادي الأهلي، أقرب فرصة وأقرب توقف. هنقول للتلات مجموعات الموقف مجموعات إيه؟ إحنا اتكلمنا على مجموعة النادي الأهلي، المجموعة اللي خلاص الأهلي وإنبي قدر الفريقين يحسم عملية الصعود للمرحلة الثانية، بيتبقى مقعد أخير ما بين غزل المحلة والإنتاج الحربي. الإنتاج الحربي توقف رصيده خلاص عند الثمان نقاط، بينما فريق غزل المحل عنده سبع نقاط وعنده مواجهة النهاردة على ملعب إنبي. لو قدر يفوز هيرفع رصيده لعشر نقاط، لو حقق التعادل هنروح لحزبة الأهداف اللي بيتفوق فيها فريق الإنتاج الحربي بفارق هدف. لعب الطويلة السيد الرفاعي، لكن الارتداد السريع من فارس طارق. فارس بالمناسبة طالب في كلية الإعلام جامعة القاهرة، يعني بتبقى برضو معادلة صعبة للاعب الكرة أن يكون على يعني يحقق المعادلة الصعبة ما بين الحفاظ، ويعني تبقى بالتساوي كده ما بين أن أنا حافظ على المستوى التعليمي وأيضا أن أنا أكون متفوق رياضيا، بتبقى معادلة صعبة. لاعب فارس طارق واحد من اللعيبة اللي بيحقق هذه المعادلة. تلعب التطويلة الطولية الأمامية، احمد ياسر تمريره لزياد طارق، زياد لكن ياسر عدى ضم العمق الملعب، ياسر مشي التمريره السانده من سيد بسطويسي شالها بغرابه يشتت محمد حسام ميدو، يرجع مره ثانيه فارس لشوبير بكل هدوء، يرجع ويبدا مع فارس طارق لالياس لخارج الملعب. بنلعب في ست دقايق من احداث وعمر شوط اللقاء الثاني، والتقدم لفريق النادي الاهلي على فريق الجونه بهدفين مقابل لا شيء، هدفي محمد نصير واللاعب زياد طارق. وادي مصطفى شوبير، شوبير يلعب بالطويله الطوليه الاماميه، شوبير يعني بالظبط على حدود خط السنتر، يعني خط السنتر بالظبط. محمد حسام ميدو ومعاه السيد الرفاعي، وادي احتساب رمي التماس ولا ركله حره للنادي الاهلي. عماد فرج يعني ادي اللاعب السيد الرفاعي اللي يعني لاعب بيلعب بدون رقم، يعني برضو بتبقى الموضوع صعب شويه. وايضا عندنا اثنين اللعيبه سواء بلجيكا او مجد عوض الاثنين لابسين الرقم 70، يعني على الورق واحد منهم 77 والثاني 70. مره ثانيه محمد شكري، شكري وركله حره لفريق النادي الاهلي لمصلحه اللاعب محمد شكري. رايح احمد ناجي يطمن على محمد شكري، وادي التدخل من اللاعب بلجيكا رقم 70، يعني الكرة لما بتيجي عند اللاعب رقم 70 بلجيكا. عندنا تاني 72 تاني اللاعب مجد عوض اللي هو على الورق 77. هنشوف الركلة الحرة واللاعب محمد شكري. محمد شكري وركلة حرة للنادي الأهلي، هيلعب ويعلق على القائم الأول، وادي ضربة الرأس جول 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 جول
جوه جول، هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق محمد حسام ميدو. محمد حسام ميدو يضع هدف ثالث للنادي الاهلي. اتلعبت العرضيه الجميله والركله الحره، وادي الكرات الثابته والسلاح المهم لفريق النادي الاهلي. ادي اتلعبت من شكري وقاطع ولد محمد حسام ميدو بضربه راس، يعني كتمها كده في الارض وعملت باندا تسكن الشباك. ادي ضربه الراس كتمها، يعني نفس الضرب، يعني ضربه الراس او الكره اللي كان وليد سليمان لعبها في لقاء الانتاج الحربي بالقدم اليسرى وكتمها في الارض، يعني نفس الكره محمد حسام ميدو كتمها في الارض كده، عملت باند خفيف تخدع حارس المرمى وتسكن الشباك علشان تكون هدف ثالث لفريق النادي الاهلي. ثلاثه النادي الاهلي، هدف في الدقيقه الثامنه من احداث شوط اللقاء الثاني عشان يبقى ثلاثيه للنادي الاهلي. لعبه طويله ثلاثيه حتى الان لفريق النادي الاهلي امام فريق الجونه، يعني مره تانية محمد شكري والغارات الجويه اللي بيحاول يلعبها النادي الاهلي ويعمل دوريات استطلاع على اطراف الملعب. ابراهيم القدم اليسرى يصوب ويسدد ولكن لخارج الملعب، ركنيه للنادي الاهلي. دوريات استطلاع بيرسلها لاعبي النادي الاهلي عن طريق اطراف الملعب، ولكن التصويبه الاخيره والتسديده الاخيره بجوار القائم الايسر. ادي احمد عبد الظاهر مدرب العام لفريق النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي. والركله الركنيه رايح محمد شكري وحذاري من الكرات الثابته لفريق النادي الاهلي. بيطلع مصطفى فوزي وميدو ونصير وفارس والياس. لعبه الركنيه الراسيه مش موجوده، فارس حب يسند يطلع مره ثانيه مصطفى فوزي في العلالي، ترجع مره ثانيه عند احمد السيد. السيد يبدا ويحضر مع مصطفى الياس. الياس سند لنفسه، عدى مر فات، يعلق يلعب العرضيه. محمد نصير عايز يلم وعايز يسند، احمد السيد يا ولد عايز يلم مره ثانيه مصطفى فوزي في وسط الزحمه، لكن التشتيت من الجونه. ابراهيم من فوق يرد من مره واحده الكرة الثانية. يا سلام يا زياد، يرجع زياد عند مصطفى شوبير. شوبير من النقاط المهمة جدا اللي اشتغل عليها ميكيلي يانكو مدرب حراس مرمى النادي الاهلي مع مصطفى شوبير ومع حراس المرمى على عملية اللعب والفوت وورك واللعب بالقدم، ولعيب حارس المرمى يلعب برجليه الاثنين ويلعب كون من خلاله بتبدا عمليه صناعه الهجمه. ادي الهدف الثالث للنادي الاهلي، يعني من كل الزوايا الزملاء في قناه النادي الاهلي النهارده بيقدموا لنا اجمل صوره، اجمل صوره ومع كل كوره، كل الكوره وبنشوف من كل الزوايا في هذا اللقاء. طبعا الطفره اللي بتعيشها قناه النادي الاهلي. وادي خارج الملعب رميه التماس، الضغط على ابراهيم السيد. ابراهيم السيد ورامية التماس. يلعبها مصطفى فوزي. اهدى مرة تانية. يا ولد يا شكري. يا ولد يا شكري. يلعبها لو لحق الياس. الياس طويلة خارج الملعب إلى رامية التماس. فريق الجونة بيفكر في تبديلين مرة واحدة. فكر يعمل تبديلين. كابتن عمر التوني. يضغط مرة تانية اللاعب بلجيكا لمجدي. أحمد عطا يشتت. أحمد عطا السيد الرفاعي وخارج الملعب رمية التماس. وادي هنشوف تبديلين لفريق الجونة. شايف اللاعب رقم 3 كريم هاني واللاعب رقم 10 مالك أنس. تبديلين لفريق الجونة، هيطلع اللاعب رقم 6 عمرو خميس رقم 6 وهينزل اللاعب كريم هاني رقم 3 وأيضا اللاعب مالك أنس رقم 10.
نزل بديلا للاعب رقم 77 مجدي عوض. ابراهيم السيد لزياد طارق، زياد يلعبها في العمق في اتجاه نصير، نصير نصير حط جسمه، نصير 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 القرار التصويب، واخد قرار التصويب نصير، لكن كانت محتاجه السنده تبقى اسرع من كده من نصير، كانت يعني محتاجه ان انا العب بعرض الملعب. ادي التمريره، ادي الاستلامه، ادي محتاج ان انا العب بعرض الملعب، لكن يعني زاويه كانت مقفوله او متشمعه بالشمع الاحمر خارج الملعب، رميه التماس. احمد ياسر لبسطويسي، تحضير مره ثانيه مع احمد عطا لمحمد رجب. عمر التوني بيطالب لعيب الجونه بتسريع رتم الاداء والتمرير، عايز يسرع ايقاع الملعب شويه وايقاع لعب فريق الجونه. مالك انس، مالك ابراهيم السيد يضغط خارج الملعب، رميه التماس ورايه احمد عبد المنعم، رمي التماس لفريق الجونه. بنلعب في 14 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني، والتقدم أصبح للأهلي بثلاثية، ثلاثة أهداف نظيفة على فريق الجونة. ترجع مرة تانية عند الحارس أحمد إبراهيم رجب، الضغط العالي اللي بيعمله فريق النادي الأهلي، سرعة استخلاص الكرة، أحمد عطا وزياد يضغط لخارج الملعب، رمية التماس اللي في هيلعب محمد شكري ولا ابراهيم. ادي عمر التوني احد الشباب بيتولى القياده الفنيه لفريق الجونه. مصطفى فوزي محطه هجوميه قويه للنادي الاهلي، وادي احمد عطا، احمد ياسر هاندبول لمسه يد على اللاعب احمد رفاعي، سابها حاكم اللقاء لمسه يد. حسون سبع حسون لمحمد حسام ميدو، ادي هاندبول هنا لكن يعني غير متعمده من اللاعب عطا خارج الملعب في مساحه ضيقه، وخارج الملعب رامي التماس لفريق الجونه. هيلعب احمد ياسر رميه التماس، لعبت مرة تانية الحسون، محمد شكري، أحمد السيد يغير عند مصطفى إلياس، لكن التشتيت من اللاعب محمد رجب. إلياس مش إلياس، يلعبها لنصير عند أحمد السيد، أحمد السيد هيعدل على القدم اليمنى، يرجع مرة تانية لشكري، شكري يلم شكري، شكري يرجع لحسون، غير بقى هنا حسون، يرجع لفارس، يبقى اليمنى هنا لوحده تماما ابراهيم ميدو لابراهيم السيد. بدا الجونه يضغط ضغط عالي ويعمل ضغط عالي على النادي الاهلي، يستخلص احمد ياسر، زياد ياخد منها رمي التماس النادي الاهلي. فريق الجونه غير استراتيجيه الضغط اللي كان بيعملها في شوط اللقاء الاول، يعني شوط اللقاء الاول كان بينزل فريق الجونه تحت الكوره، دلوقتي فريق الجونه بدا يعمل ضغط عالي على النادي الاهلي من نص ملعبه. ادي المرتدة السريعة، رضا السيد، رضا ابراهيم السيد يلعبها طويلة، حسون حسون ومعاه رضا السيد، لعيب مهم ولعيب مميز في الجونة بالمناسبة، اللاعب رضا السيد. محمد ادي تدخل من حسون مع اللاعب رضا السيد. محمد رجب وركله حره لفريق الجونه، اتلعبت واتعلقت داخل منطقه الجزاء، وشوبير يمسك بامان، يلعبها طويله شوبير في اتجاه محمد شكري، لكن عمار جابها يمنى قويه مع نزوله بديلا للاعب عبده سامي، اعتقد لاعب مهم لاعب عمار. هيلعب مصطفى الياس،
من محمد شكري، مصطفى الياس، نصير ما فيهاش اي حاجه، قال له قوم حكم اللقاء. اتلعبت عند احمد ياسر يلعبها، لكن دور مهم جدا في الجبهه اليمنى اللي لعبها ابراهيم السيد. زياد، زياد لم زياد يعدل مع مصطفى فوزي، حلوه السنده يا ولد يا ولد يا ولد لو كملت. عليكن يضغط مره تانية ويقطع فريق الجونه. زياد ده طارق يرجع لمصطفى الياس، بدا رتم اللقاء يهدى مره تانية. ادي الجونه اللي بدا يضغط على الاهلي في نص ملعبه، عايزين نسرع ايقاع اللعب وايقاع الملعب من ما بين الفريقين. مصطفى الياس، احمد السيد، زياد، ابراهيم، يضغط ابراهيم، مقطوعه مره تانية. احمد ياسر، ركله حره للجونه، بنلعب في 19 دقيقه. يعني ادي هنشوف تبديلين بيفكر فيهم فريق النادي الاهلي، الكابتن عمرو انور، هنشوف اللاعب وليد مصطفى ابن محافظه المنيا، اللاعب وليد مصطفى صاحب القميص رقم 17 هينزل بديلا لنصير، وايضا اللاعب بيسو، بيسو بديلا لحسون محمد. ادي وليد وبيسو، وليد ابن من ابناء محافظه المنيا اللي عليه الصوره مره ثانيه. ادي انطلاقه، ادي وليد، وليد يرجع ويمرر مع احمد السيد لشكري، توزيعة الادوار، اللاعب بابيسو هيبقى في مركز 10 اللي هو كان بيلعب فيه نصير، واللاعب محمد وليد مصطفى هيبقى جناح هجومي ايسر، ومحمد شكري هيضم يلعب على الدايره بجوار احمد السيد. يعني كام تبديله كده وتعديله في المراكز في ارض الملعب عملهم الكابتن عمرو انور مع التبديلين اللي القى بيهم في ارض الملعب. طبعا عايزين بقول لحضراتكم في غيابات على النادي الاهلي، يعني انت على القمه وعلى الصداره. بعد الكوره مصطفى فوزي، فوزي يا سلام، يسند لزياد، زياد انطلاق، انطلق انطلق زياد، جول 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 جوه جول، هدف رابع عن طريق اللاعب مصطفى فوزي. كلل مجهوده، كلل مجهوده مصطفى فوزي ووضع الهدف الرابع للنادي الاهلي. هو اللي ابتدى الكوره والانطلاقه، وهو اللي لعب الباص مع اللاعب زياد طارق. خبرات مصطفى فوزي انه اتحرك مع الكوره وتوقع، التوقع مهم جدا. ادي مصطفى فوزي، وادي التمريره، قلت لحضراتكم عمرو انور طور كتير. ادي لو لعيب غيره يقف، لكن مصطفى فوزي توقع ان الكوره ممكن تقع من حارس المرمى. وادي ادي مصطفى، وادي البدايه، ادي مصطفى بيلعب لقاء كبير النهارده مصطفى فوزي، وادي انطلاقه، وادي السنده، وادي التصويبه، وادي التوقع والمتابعه والفولو على الكوره من اللاعب مصطفى فوزي اللي بعتبره من نجوم اللقاء النهارده. عامل مجهود كبير مصطفى فوزي، صنع الهدف الثاني اللي كان احرزه زياد طارق، و احرز الهدف الرابع. وادي شوبير، شوبير اطمن للمستقبل بتاع النادي الاهلي، مصطفى شوبير حارس مرمى مميز، ربنا يحميك يا مصطفى، ويعني يكون امتداد لحراس مرمى عظام في تاريخ النادي الاهلي على مر التاريخ، على مر تاريخ النادي الاهلي والمنتخب المصري. لعبت الطويله الطولية الاماميه، يرد مره ثانيه احمد السيد، اربعه النادي الاهلي مره ثانيه. رضا السيد للعب، مالك انس، مالك، مالك، زياد يقطع ميدو، مرتده سريعه للنادي الاهلي. دام لعيب النادي الاهلي النهارده يحقق الفوز بنتيجه كبيره. مرة تانية اختراقة من فريق الجونة، القرار يا رضا، القرار، التمريرة لمالك أنس، مالك يعلق ويلعب العرضية بعيدة. مصطفى إلياس يلعب لمبدأ الأمان وخارج الملعب رمية التماس. 22 دقيقة وبنلعب في الدقيقة 23 و4 النادي الأهلي
لشيء فريق الجونة في هذا اللقاء. أحمد عطا، عطا يعلق ويلعب الطويلة، لكن يرد بكل قوة مصطفى إلياس. عمار، رمية التماس، وادي بدلاء فريق الجونة، ورمية التماس للجونة. كريم هاني، كريم عينينا ايضا على اللاعب بيسو بالمناسبه رقم 10، واحد من اللعيبه المهمه والمهاريه وعنده سلاح التسديد والتصويب، واحد من اللعيبه اللي بيتميز بقوه التسديد اللاعب بيسو. ميدو واحده والثانيه، وسرعه استخلاص الهجمه عن النادي الاهلي 4 5 ثواني بيقدر ان هو يستخلص سريعا الكره من فريق الجونه. مره ثانيه انطلاقه بتمريره بتحرك لكن مقطوعه. سيد بسطويس، احمد رفاعي، الملك انس، ادي الضغط اللي بيعمله النادي الاهلي، الضغط المزدوج وسرعه استخلاص الكره. زياد، زياد وليد لوحده تماما تماما، ومحمد شكري يا ولد يا ولد، ولكن رايه وصفاره، رايه وصفاره. هنشوفها مره ثانيه، تحرك نموذج من وليد من بدري، واتلعبت في العمق من اللاعب محمد شكري. حلو التنويع اللي بيعمله لاعب النادي الاهلي، سواء عن طريق اطراف او عن طريق العمق او عن طريق التسديد واستغلال الكرات الثابته، يعني المحاور المتنوعه، ويكون عندك تنوع في المحاور الهجوميه لفريق النادي الاهلي خاصه في الشق الهجومي، ده دايما المطلوب من فريق البطوله في النادي الاهلي، فريق اللي بحجم وقيمه ومكانه النادي الاهلي. هنشوفه مره ثانيه، ادي فارس طارق، مصطفى الياس، احمد السيد لزياد طارق، زياد، زياد طارق يعلق يلعبها كده ويطلع ابراهيم، يعلق ويلعب العرضيه لكن اللي خارج الملعب، ركله ركنيه لفريق النادي الاهلي، هيروح محمد شكري. ادي الكره مره ثانيه، وادي الهدف الرابع، وادي التكمله والفولو على الكره اللي عمله مصطفى فوزي. ركله ركنيه ومحمد شكري، شكري وزياد، محمد شكري والركنيه للنادي الاهلي، ركنيه اتلعبت واتعلقت، وادي ضربه الراس، جول 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 جول، جوه جول، هدف خامس للنادي الاهلي، نجم اللقاء الاول مصطفى فوزي يضع هدف خامس للنادي الاهلي، والركله الركنيه اتلعبت على القائم البعيد وضربت الراس من نجم اللقاء الاول مصطفى فوزي، وضع هدف خامس للنادي الاهلي. دلوقتي جماهير النادي الاهلي تقول لك عايزين الهدف السادس، يعني لقطه من اللقطات اللي دايما اول ما الهدف الخامس يجي جماهير النادي الاهلي على طول تفكر في الهدف السادس. هيطلع ابراهيم السيد وهيطلع مصطفى فوزي، هينزل اللاعب احمد الشامي وهينزل اللاعب عبد الرحمن سنجاب. ادي الهدف مره ثانيه اتلعبت، وادي مصطفى وارتقاء وضربه راس في قلب المرمى، قلب المرمى يا حبيبي، بص بص الطلوع، وادي يا سلام كاحد رواد الفضاء، يعني نقتبس كلمه معلقنا الكبير ربنا يمن عليه بالشفاء كابتننا الكبير الكابتن ميمي الشربيني، كان يقول لك على راس بيرهوفا ترتقي فوق الجميع كاحد رواد الفضاء، واحد من اساطير التعليق المصري والعربي الكابتن ميمي الشربيني، نتمنى له كل الشفاء. دايما بنقول اوعى تنسى الكابتن لطيف بالكوره جوان، ولا خطوره القادمون من الخلف للثعلب رحمه الله عليه حماده امام، اوعى تنسى ميمي الشربيني براسيه كبير الهدافين واخر حبات عنقود الموهوبين، اوعى تنسى الكابتن بكر بقفشاته وافهاته، اوعى تنسى عادل يابرجاوي الصوره ومحطه مصر والراجل اللي بيشرب سجاره في البلكونه، قمم رحلت عن عالم التعليق وطرقت في القلب ذكراها، وبقيت الى الان تتغنى الاذان بصداها، النجوم والمعلقين الكبار اللي اتعلمنا على ايديهم، والركله الحره لفريق الجونه اتلعبت واتعلقت، وادي ضربه الراس ولكن لخارج الملعب، خارج الملعب ركله المرمى للنادي الاهلي. نجومنا ومعلقين المعلقين الكبار ومدرسة التعليق العربي والمصري اللي كلنا اتعلمنا عليها، مدرسة الكابتن ميمي الشربيني والكابتن لطيف والكابتن بكر،
كابتن حماده امام، والكابتن محمد حسام، الكابتن الجويني، الكابتن علي زيور، والكابتن علي مدكور، نجوم في التعليق، والكابتن يعني معلقين كبار، مش عايز انسى حد، كابتن اشرف شاكر، يعني معلقيننا الكبار اللي مفيش، الجميع بيعدي ويمر على مدرسه التعليق المصري. كل السلامه للاعب فريق الجونه وخماسيه للنادي الاهلي، واحنا بنلعب في 28 دقيقه من احداث عمر شوط اللقاء الثاني. خماسيه للنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي دلوقتي تقول لك لعيبه النادي الاهلي عايزين هدف، مدور على الهدف السادس، وعايزين ان احنا نبارك لي ونهني الشعب المصري والعام الجديد، ان شاء الله يكون عام سلام وخير على مصرنا الحبيبه وعلى بلدنا العظيمه مصر. دايما يعني حافظ الله مصر واهلها وشعبها وجيشها وكل اهل مصر، اتمنى كل السلامه، وباذن الله جائحه كورونا تمر ان شاء الله بسلام، ليس على مصر ولكن على العالم اجمع ان شاء الله، وتعود مره ثانيه الحياه لطبيعتها، وكل امور الحياه ان شاء الله تعود الى اجمل وابهى صوره. يعني واحنا بنشوف المباراه وفي طفره انشائيه في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، يعني طبقا لبرنامج عائله النادي الاهلي، طبعا بيسير بخطوط متساويه مع الطفره الانشائيه اللي بتعيشها الدوله المصريه، يعني في محيط فرع النادي الاهلي بمدينه نصر طفره انشائيه بتشهدها الدوله المصريه، وايضا النادي الاهلي بيسير كجزء من هذا الوطن، بيسير على نفس المنوال في طفره انشائيه بيشهدها احد فروع النادي الاهلي طبقا لبرنامج عائله النادي الاهلي، برنامج الكابتن محمود الخطيب. طبعا بنبارك طبعا للنادي الاهلي على كثير من الانجازات، الكثير من البطولات، واختيار النادي الاهلي في استفتاء جلوب سكر الاخير، وادي مره ثانيه لاعب احمد عطا، استفتاءات وطموحات كبيره انك تكون مسؤول عن مهمه اسعاد 80 مليون اهلاوي داخل مصر، يعني مهمه كبيره. وادي وقع لاعب النادي الاهلي، نتمنى له كل السلامه، ونزل له حسن فاضل، ادي بيسو، وادي اصطدام كده مع احمد عطا، ان شاء الله يقوم بالسلامه بيسو ما فيهوش اي حاجه، ويستأنف معانا ويستكمل معانا احداث اللقاء. كل السلامه لبيسو. اتلعبت الطويله، ميدو لخارج الملعب، رميت التماس، احمد عطا، سيد بسطويسي، مضغوطة لأحمد رفاعي، لمالك أنس، مالك لرضا السيد، رضا انطلق، مر رضا، عدى مر، فات رضا، ركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق الجونة، قرار صحيح. ده اللاعب اللي أنا كنت بقول لحضراتكم براهن عليه، الولد اللاعب رضا السيد، اللاعب رضا السيد لاعب فريق الجونة، حط جسمه ومشي كويس، واحد من اللعيبة المميزة في فريق الجونة، ركلة جزاء في الدقيقة 31، آدي رضا انطلق وعدى ومر وفات، وركلة الجزاء والفرمان، فرمان من أحمد ناجي، واحتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق الجونة. شوف مين على الكورة، والمواجهة مع مصطفى شوبير، شوف ركلة الجزاء، بابا صوت يلا، لاعب سيد بسطويسي على الكورة، ومواجهة مع مصطفى شوبير، شوف المواجهة مع مصطفى شوبير، وركلة الجزاء، ونزل بيسو لأرض الملعب، ومواجهة ما بين مصطفى شوبير و اوصل لآخر حتة سيد بسطويسي في المشهد واللقطة القادمة. قميص رقم 22، وادي أحمد ناجي وتعليماته لمصطفى شوبير، رجل على خط المرمى، وادي ركلة الجزاء، ركلة الجزاء، شوبير، شوبير، مصطفى شوبير يتألق يتجمل في هذا اللقاء وفي المشهد الأخير. لسه حد تاني عايز يقول بيلعب علشان ابن الكابتن أحمد شوبير؟ طبعا
اعتقد الصوره والمشهد يغني عن اي كلام. وادي العرضيه والنادي الاهلي بيدور على الهدف السادس. ادي اللقطه وادي الثقه وادي سجده الشكر للاعب اسمه مصطفى احمد عبد العزيز، لاعب وان شاء الله يكون امتداد لحراسنا المميزين في النادي الاهلي وفي الكره المصريه. هتألق بطل المشهد الاخير مصطفى شوبير، هيلعب بيسو الركله الركنيه بالقدم اليمنى، يلعب ويعلق على القائم البعيد، ولكن يتصدى ويمسك كورته الحارس احمد ابراهيم. 5-0 النادي الاهلي، 5-0 للنادي الاهلي، وركله جزاء وتصدي رائع من الحارس مصطفى شوبير. شوف تبديلين لفريق الجونه، مالك انس، سيد بسطويس، يلعب سيد، يلعبها يسندها فارس طارق، اخر فيها، اتاخر، التباطؤ وخارج الملعب الى شوف لحق والله مصطفى شوبير، لحق كورته شوبير. شوف تبديلين لفريق الجونه، عبده جميل رقم 72 واللاعب رقم 7 ايمن عدلي، تبديلين هيكونوا لفريق الجونه في الدقيقه يعني الوقت اللي والدقايق القادمه من احداث عمر شوط اللقاء الثاني. يرجع مره ثانيه عبد الرحمن لشوبير، احمد السيد، سيطره من النادي الاهلي على مدار شوطي اللقاء. وليد رميه التماس وتبديلين لفريق الجونه زي ما قلنا، اللاعب عبده جميل رقم 72 واللاعب ايمن عدلي رقم 7 في تبديلين لفريق الجونه. شوف مين اللي طالع، طلع بلجيكا واللاعب احمد رفاعي. تبديلين القى بيهم الكابتن عمر التوني. ترجع مره ثانيه شكري، اسندها لرضا السيد، رضا مشي يصوب ويسدد. ادي رضا اللاعب اللي تحصل على ركله الجزاء اختراقه، وادي ركله الجزاء الصحيحه من اللاعب محمد حسام ميدو. وادي المشهد واللقطه الجميله وشوبير، بص التحرك، بص التوقع، بص على الجمال والروعه. وادي من زاويه ثانيه وثالثه، ادي اللاعب سيد بسطويسي، وادي التوقع والتحرك من شوبير، وادي من كل الزوايا، من كل الزوايا. عايز اقول لحضراتكم ادي النهارده قناه النادي الاهلي بكل الكاميرات من كل الزوايا، يعني مفيش مشهد انت كمعلق تقول الصوره مش واضحه او يعني محتاجين نشوفها من زاويه ثانيه، لا النهارده ما شاء الله يعني من كل الزوايا كل المشاهد بنشوف كل الكرات، مسهله علينا عمليه التعليق في اللقاء. يرجع مره ثانيه عبد الرحمن سنجاب لزياد طارق، زياد في الجانب الايمن. مره ثانيه لخارج الملعب رمي التماس للنادي الاهلي، يعني واحنا بنسترسل وبنقول اسماء معلقينا الكبار، طبعا سينا اسم معلقنا الكبير رحمه الله عليه كابتن حسين مدكور، يعني زي ما قلنا اساطير التعليق المصري والعربي على مر التاريخ، المدرسه المصريه، مدرسه التعليق المصري. يرجع مره ثانيه ويبدا فارس طارق يحضر مع احمد السيد لزياد طارق لاحمد السيد لميدو، يحضر النادي الاهلي واقع، ورضا السيد اللي بذل مجهود كبير ونتمنى له كل السلامه. رضا السيد
يبدا احمد ياسر بنفس الروح الرياضيه بيرجعها للاعبي النادي الاهلي. 38 دقيقه من احداث امر اللقاء، والاهلي يتقدم على فريق الجونه بخمس اهداف مقابل لا شيء. يرجع مره ثانيه محمد شكري بتمريره، فارس، الياس، وليد مصطفى، وليد، احمد السيد لمحمد حسام ميدو، عبد الرحمن سنجاب، سنجاب يلعب مره ثانيه مع بيسو لزياد طارق، زياد يا ولد التمريره، سلام على اللمسه، يلا سنجاب لبيسو، بيسو دور على حد يسند عليه، يرجع مره ثانيه يعدل ويعدل لزياد طارق، هيغير ملعب برؤيه جميله، لكن فين فين طويله على الياس اللي خارج الملعب. زي ما قلنا في مجموعه من الغيابات واللعيبه اللي خرجت للاعاره من فريق النادي الاهلي، فريق 99، يعني النادي الاهلي بيعتلي الصداره على الرغم من وجود مجموعه من اللاعبين سواء غائبين للاصابه او لاعبين معارين. يعني بتتكلم على محمد عبد المنعم المعار لسموحه، محمد فخري المعار للبنك الاهلي، عمار حمدي المعار لفريق الاتحاد السكندري. اتكلم على مجموعه اللاعبين، ايضا عندنا اللاعب شادي رضوان لاعب الفريق 2001 والمعار لفريق البنك الاهلي. سنجاب لبيسو، بيسو غيابات في مركز قلب الدفاع، بيغيب اللاعب عادل زينهم كابتن الفريق اللي بتمنى له كل السلامه، يرجع بالف سلامه اللاعب عادل زينهم. محمد شكري يلعب ويعلق العرضيه لكن خارج الملعب، معديه الى ركله المرمى طويله على احمد الشامي. احمد الشامي ابن من ابناء محافظه المنوفيه وقادم للنادي الاهلي تاني موسم، قادم من جمهوريه شبين. اللاعب احمد الشامي مستنيين شوف لمسات والتواجد الهجومي لاحمد الشامي في هذا اللقاء، لنزل بديلا لمصطفى فوزي للاعب وليد مصطفى ابن من ابناء المنيا، قادم للنادي الاهلي من نادي ناصر الفكريه. يرجع مره ثانيه الياس، احد نتاج اكاديميات النادي الاهلي بالمنصوره، مصطفى الياس، عبد الرحمن سنجاب لزياد طارق، زياد، زياد المهاره في القدم اليسرى، المهاره عند زياد الحاوي، يرجع مره ثانيه. يقول لك مثلي الاعلى وليد سليمان ابو سليم. وليد عنوان، عنوان للانتماء، عنوان لمعاني كتير، وليد سليمان على نفس المنوال بالقميص رقم 11، اسم الكبير. خلاص يا ابو سليم ليك مكانه، ليك مكانه كبيره جدا عند جماهير النادي الاهلي، عند اكثر من 80 مليون اهلاوي داخل مصر وملايين الجماهير خارج مصر، انطلاقه من رضا السيد افضل لاعبي فريق الجونه. دايما بنقول الذهب لا يصدأ يا ابو سليم، رضا السيد، رضا يدي رسايل للعيبه والاسامي كبيره، العبره بالكيف وليس بالكم. عبر انت في الوقت اللي لعبته عملت ايه، مش لعبت قد ايه، رسائل و يعني يتعلم منها اللعيبه الناشئين ويتعلم منها الكثير من اللاعبين. يبدا مره ثانيه عبد الرحمن سنجاب بتمريره، كريم هاني، كريم لرضا السيد افضل لاعبي الجونه، اتلعبت وتعلقت داخل منطقة الجزاء ودي ضربة الرأس وخارج الملعب. تدخل مع اللاعب اعتقد فارس، ان شاء الله يقوم بألف سلامة، يقوم بألف سلامة اللاعب فارس طارق. هيلعب بقى مصطفى شوبير اللي سحب البساط من الجميع النهارده، مصطفى شوبير حافظ على نظافه شباكه في اكثر من كره ابرزهم ركله الجزاء اللي تصدى ليها بمهاره. توقيتات الخروج وطلوع الحارس و
عمليه ان الحارس يجيد اللعب بكلتا القدمين، يبدا مره ثانيه فارس طاهر. نقول ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يبدا مره ثانيه النادي الاهلي في نص الملعب. ترجع لميدو، محمد حسام ميدو لمصطفى شوبير، شوبير لفارس طارق. التحضير لاحمد السيد، حاله الاتصال ما بين خط الدفاع وخط الوسط. محمد شكري، رضا السيد، رضا يا ولد على التمريره، حلوه التمريره من رضا، حلوه التمريره. احتسبها ايه حكم اللقاء؟ احتسبها ركله جزاء، احتسبها ركله جزاء الكابتن احمد ناجي، احتسب ركله جزاء على النادي الاهلي. لكن اللاعب رضا السيد رقم 27 هو صانع، صانع البسمه، صانع المهاره، صانع اللمسه الجميله. ادي السنده وادي زياد طارق. هنسيبها للاستوديو التحليلي، هنسيبها لكباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي. ادي واحده والثانيه، وادي ونشوف ركله الجزاء. هل رضا السيد اللي على الكوره ولا اللاعب؟ هل هيسيبوها لرضا السيد؟ رضا ومصطفى شوبير. تبقى ركلة جزاء صعبة على اللاعب اللي داخل يسدد، خصوصا لما يكون الحارس كان تصدى للركلة اللي قبليها. شوف مصطفى شوبير ومواجهة تانية ما بينه وما بين رضا السيد، في المواجهة الأولى ما بينه وما بين السيد البسطويسي قدر انه يتصدى ويحافظ على نظافة شباكه. هنشوفه في المشهد الثاني والاختبار الثاني لمصطفى شوبير مع اللاعب رضا السيد. كلاكيت تاني مرة احمد ناجي وتعليماته لمصطفى شوبير. وشوبير ورضا السيد، شوبير وركلة الجزاء ورضا، شوبير ولكن جول، جوه جول، هدف اول لفريق الجونة، هدف اول لفريق الجونة في الدقيقة 45، 5-1 للنادي الاهلي. هدف اول للاعب رضا السيد اللي بيكلل مجهوده، بيكلل مجهوده في هذا اللقاء كافضل لاعبي الجونه في هذا اللقاء رضا السيد. شوف اللاعب طه محمود زعلان، مصطفى شوبير يعني بينه وبينكم زعلان. وادي انذار للاعب فارس طارق، 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع عن احداث عمر شوط اللقاء الثاني. نزل طه محمود بديلا لاحمد السيد، لاعب النادي الاهلي مواليد 2001 من محافظه الاسكندريه، وكان قادم للنادي الاهلي من نادي سموحه. اللاعب طه محمود شوبير يرجع مره ثانيه لميدو. محتاجين نختم بهدف يا شباب، محتاجين نختم بهدف، نركز في الدقائق القادمة. 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع عن أحداث شوط اللقاء الثاني. شكري، الله طه، زياد يلعبها لكن يرد رجب، بيسو، طه محمود يلمس طه، وليد يسندها لكن مقطوع. يضغط لعيب النادي الاهلي، دور على هدف يا شباب. عبد الرحمن سنجاب، شكري، عبد الرحمن يرجع مره ثانيه لزياد، زياد يطلع عبد الرحمن، انطلاق عبد الرحمن، عبد الرحمن مشي 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 عبد الرحمن لكن يقطع احمد عطا. عطا مرة تانية، أحمد ياسر، والله كريم، كريم هاني خارج الملعب لرمية التماس. أدي الكرة، أعتقد هل يعني هيبقى فيها كلام يعني، لأن شايف إن وضع طبيعي الكرة واللقطة اللي فاتت يعني الكتف في الكتف، لكن هنشوف أو نشوف الاستوديو التحليلي هيقول إيه. زياد طارق، زياد، زياد مش زياد، أحمد الشامي، أحمد الشامي مش عايز يسند لمين أحمد الشامي؟ فارس، يلا يا شباب في اخر الدقايق، وليد، وليد مش وليد مصطفى،
وليد يعلق يلعب العرضيه الراسيه يا ولد يا ولد على ضربه الراس. التصدي احمد ابراهيم، التصدي احمد ابراهيم وانقذ مرماه من هدف سادس. وليد يلعب ويعلق مره ثانيه ضربه الراس في العالي. احمد السيد مين مكمل؟ اضغط النادي الاهلي وركله حره لفريق الجونه. احمد ابراهيم بيحرم النادي الاهلي من هدف سادس. ادي تسلل على فريق الجونه، تسلل وبنلعب في الدقيقه الاخيره، تسلل على فريق الجونه وخمسة واحد للنادي الاهلي. ادي الكوره وادي ضربه الراس من اللاعب احمد الشام، ارتقاء وتصدي رائع من احمد ابراهيم. صافره النهايه لاحداث اللقاء يطلقها حكم اللقاء احمد ناجي بفوز فريق النادي الاهلي على فريق الجونه بخمس اهداف مقابل هدف. مبروك لفريق النادي الاهلي، هارد لك لفريق الجونه. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، تقينا على المحبه والخير والسلام. وفي الختام تقبلوا مني خير السلام، كان معكم معلقكم الرياضي فاروق صلاح، اترككم في رعايه الله وامنه، تقيكم في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.